الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله عز وجل، سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. نلتقي بفضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. نلتقي كعادتنا كل أسبوع في يوم الاثنين في درس التفسير، وهذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، اجتماعنا في بيت الله. ويطيب لنا باسمكم جميعاً، باسم عمار مسجد العتيق بمدينة قرواو بولاية البليدة، أن نستضيف لهذه الأمسية فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الرحمن طيبي، وقد زارنا من قبل، ونحن نسعد بمصابيح الجزائر في القراءة. و الأسبوع الماضي كان معنا الأخ أمين، أستاذ أمين، وقد أخبرتكم أنه محامي، والأستاذ عبد الرحمن موثق، هكذا يعني حتى نعرف بأن هذه الجزائر زاخرة بأبنائها وبرجالها، ويمكن أن يجمع الرجل بين الوظيفة وبين أن يكون رجل دولة وبين أن يكون رجل قرآن، واضح؟ حتى وإن لم يتفرغ 100% للقرآن، لكن ولقد يسرنا القرآن للذكر. أقول هذا الكلام بين يدي القراءة التي سنسمعها وبين يدي المحاضرة، لأبين بأننا إذا أردنا أن نبني جزائر جديدة، أول شيء أن تنزع القدوات الفاشلة، قدوات الفاشلة التي أساءت. القدوة الفاشلة يؤثر، ولا بد من أن تستبدل بالقدوات المؤثرة تأثيرا إيجابيا، ماشي تأثيرا إبليسيا، لأن حتى إبليس يأثر، لكن نريد التأثير الإيجابي على كل الأصعدة والمستويات، كل ميسر لما خلق له، لكن كن أسوة، كن قدوة، كن علامة متميزة في وطنك، يتربوا عليك هذا الشباب، يتربوا على أخلاقك، يتربوا على علمك، يتربوا على القرآن الذي تقرأه، لأن الإنسان بطبعه يا إخواننا متأثر ومؤثر. نحن ولدنا صغار وتأثرنا بمشايخ، والذي يضيع في هذه الدنيا تأثر بعينات أخرى فاسدة، ولهذا كل يسحب إلى ماذا؟ إلى رصيده. ناس باش تضيع كاين اللي يضيعهم، وباش تثبت كاين اللي يكون سبب في ماذا؟ في ثباته. هذا هو، فلا بد أن نفهم هذه الجزئيات. وأنا من بين أهدافي لما يجوا الإخوة المشايخ المقرئين، هذا هدف من الأهداف. فأهلا بك أستاذ عبد الرحمن، نسمع إن شاء الله لقراءته، جزاه الله ألف خير. في أستاذ عبد الرحمن على هذه القراءة التي الحقيقة مهما وصفتها
قد لا أوفي ما ارتقت مشاعرنا من خلالها إلى حيث الخشوع وإلى حيث التعثر بكتاب الله الذي قال فيه منزله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الإخوة، إذا كان صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهم من هم خالطوا نزول الوحي وجالسوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه وتشرفوا برؤية وجهه الكريم وزاحموه بالركب وارتحلوا معه وأقاموا معه وجاهدوا معه في زمن عصروا خيرة القرون، وكان أحدهم يبصر للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، يعني ليس فقط عاصروا النبي بل أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم من كتب الله له أن رأى النبي وقد أثقل عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ورغم ذلك يأتي الصحابي فيقول لصحابي آخر: تعال نؤمن ساعة، تعال يا أخي نؤمن ساعة. وفيه واحد الجزئية مؤثرة جدا. أنس ابن مالك عمر طويلا، يلتقي بعض الصحابة، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: استحلفكم بالله، كم بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ فيقولون: بقي فلان وفلان وفلان وأنت. فيبكون جميعا. فماذا نقول نحن؟ في حديث في الموطأ: وددت أن أرى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. الإمام الباجي المالكي يقول: وما قصد صلى الله عليه وسلم انتقاصا من قدر أصحابه حين قال لهم: بل أنتم أصحابي. لم يقصد الانتقاص، وإنما أنتم أصحابي أي نلتم حق الصحبة وشرف الصحبة. لكن من قلت عنهم أنهم إخواني لم يحظوا بشرف اللقاء بي. وفي تعريف الصحابي: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو ساعة من النهار ومات وهو ماذا؟ وهو مؤمن. فماذا نقول نحن؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم قوم يأتون من بعدي يجدون سطورا مكتوبة. السطور المكتوبة هي ماذا؟ هي بيان الله الذي كان يتلوه أستاذ عبد الرحمن والذي نتلوه يوميا، الذي دائما نذكر إخواننا ونقول لهم: قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. أنا الآن صرت متأكد أكثر من أي فترة معينة بأن أي عائلة في الدنيا
أي عائلة مسلمة ما تقريش أولادها القرآن سيضيعون، وضيعهم سيكون خطير. أرجو أن تسمعوا مني هذا الكلام. الآن أرى بأن الحقنة الوحيدة التي بإمكانها أن تمنع الإيدز الأخلاقي وإيدز الردة وإيدز الشكوك وإيدز الإبراهيمية وإيدز اليهودي الوظيفي وإيدز الانبطاح لليهود وإيدز الكفر والانتحار والمثلية والشذوذ، كل دائرة من دوائر الفساد ثبت بما لا يدع مجال للشك بأنه إذا الصدر والعقل ممتلئش بذكر الله عز وجل بالقرآن العظيم اللي رب العالمين قال فيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فالبحث عن مساحة نور في غير القرآن هو عبث. الشيء الوحيد، وكلكم راكم عندكم وليدات وبنات، انا لا ادعي نقول لكم باللي ضح حفظ القران ما يعصوش، وما لهذا خلق الانسان، فان الله عز وجل اول ما خلق الانسان خلقه واعطاه اعظم نعمه وهي الاختيار، the choices. فقد كانت الملائكة عابدة لا يستحسرون لا يفتورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، فلماذا يعيد خلقا آخر؟ الوضوح الذي جاء بائنا في القرآن كالشمس في رابعة السماء وفي كبد السماء ما هو؟ أن الله أراد من الإنسان أن يعبده عبادة اختيار، وعندما أمنحك الاختيار معناه أمنحك حق الخطأ، بل والأكثر من ذلك بل علم آدم الأسماء ثم علمه كيف يتوب ثم تاب عليه ليتوب. وكثير من إخواننا يقرؤون القرآن ولا يفهمون قصة آدم، فإن آدم من الأول مطلوب منه أن يكون في الأرض وليس في الجنة، ولهذا الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه أننا نظن أنه كلام التفاحة وكلام الشجرة فطوردا، وبقينا فاهمين هذا الفهم، والآية تقول إني جاعل في الأرض خليفة، أصلاً مش جاعل في الجنة، الجنة دار جزاء مدخلها لا آدم لا واحد آخر، لا جنة ولا نار حتى للحساب. أئنا لمدينون وسمي يوم الدين وسمي يوم الحساب. الله 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 ما شاء الله. اليوم يعني راني بين جبلين. الله 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 سيد الشيخ اليوم نتخبانوا سهل. هذو الأساتذة تاوعنا وولادنا نفرحوا بهم، يا أهلا وسهلا شرفت. وفي اثنين يعني كانوا مرض، والله في اثنين والحمد لله، هذا هو بلك أنا اللي عديتهم. فقلت يا إخواننا الأكارم، فالاختيار اسمعوني مليح معناه أنه ممكن تخطأ، ولهذا جاءت ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ عندها معنيين، المعنى الأول هو شرح الصدر للتوبة،
فقال ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا المعنى الأول وشنو؟ أي شرح الله صدرهم للتوبة. اثنين عرفهم كيف يتوبوا. مش القرآن قال وعلم آدم الأسماء كلها؟ من بين هذه الأسماء فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن علمه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فكون أنه أرى الآن باللي القرآن اللي كنا نسمع فيه هو المصل الواقي الذي يمنع كل الضربات، والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، احنا منهار يزيد الولد وهو عنده سجل خاص بماذا؟ بالحقن. مفهوم؟ الحقن هذو وين تروح في العالم؟ انا في امريكا وطلبوهم لي لوليداتي. وين؟ نعم، وين تروح في العالم؟ يقول لك الحقن تاع وليداتك وراهم. هل معنى الحقن انه الانسان ما يمرضش؟ مستحيل. بصح فرق كبير بين واحد ما يحترمش كامل هذا الحقن، ما يدير حتى حقنة، هذا راه يجاهر بمحاربة الأمراض. المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، والذين يمسكون بالكتاب. وش معنى يمسكون؟ لازم منايا أولا الأصل يمد للفرع وتكون توارثية. الأمر الثاني لازم وليداتك في البيت، ما لازمش يحبوا حاجة أكثر من أنهم يكونوا حافظا لكتاب الله. فإذا حافظ هو كلمات الله اللي قال فيها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما تنسوش يا خوتي باللي كلمات الله ما هيش كتاب. الأستاذ فريد الأنصاري رحمه الله يقول إياك أن تقرأ القرآن قراءة كتاب فقط، يقول قرأه قراءة روح. لماذا؟ الله عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، معنى الإنسان من روح الله. وقدسية الآدم منين جات؟ جات لأنه قال فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بغض النظر على عقيدته. ثم كلماته روح، فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه إلى ماذا؟ إلى جعلناه نورا. باش توصل لمنزلة أن القرآن واللي يقود فيك وما يخليكش تروح بعيد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إنسان يحفظ القرآن الكريم في صدره صعب يمشي مع الكبائر، سمحوا لي بهذا العبارة، يقدر يخطئ بصح ما يديهش إبليس. مفهوم؟ على الأقل على الأقل فهموني في المقصد اللي راني فيه. اليوم الأعداء كشروا على مستوى حرابة معتقد دولتكم، حرابة الدين، حرابة العقيدة، باش تفهموها بالتعريف الإجرائي، إيمانكم وإيمان ولادكم في خطر. اليوم الناس في الخارج راهم يتصلوا بيا، هناك كثير من الناس راهم يحاولوا كيف يجدون فسحة يرجعوا لبلاد الإسلام، لأن الهجمة لم يكونوا يتوقعوها البتاتة. يحدثني أحد الناس بعد جمعة من الجمعات هنا، دخل لي للمكتب بعد الجمعة قال أنا عايش في كندا، هل أعرف أسرة دخل الولد الصغير من المدرسة في الابتدائي، قال وأمه في المطبخ تحضر له في الطعام، قال لها ماما تعرفي باللي أنا نقدر نولي بنت؟ قالت له شكون اللي قال لك هذه الكلام؟ قال لها أور تيتشر يعني الأستاذة. قال لي لما جا زوجها قالت له نرفدوا حوايجنا وننزلوا لبلادنا، ما بقاتش هدرة. لكن حتى لما تجي لبلادك لو مون دي بتي وراهي قرية واحدة، تقراو الآن في التعاليق المحاضرة من كل العالم، صح؟ لأنه علاش قرية واحدة. طيب
فمعنى ذلك وقل للذين لا يؤمنون، هم يسمعوا فيا، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم في آخر هود إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. هذا تهديد، ما نبقاوش حنا نتفرجوا. شو إنه لقول فصل وما هو بالهزل. جماعة دينها غير للضحك ودينها غير للتمسخير، أولد ورمي البرة، أولد ورمي البرة، الشارع ما يربي لكش الشيخ، الشارع ما يخرج لكش الشافعي. مفهوم؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لما تختلط عليك كل الأمور في الدنيا هذه، أذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم اثنين وأهليكم نارا. ما تروحش بعيد يا سيدي، كي خلاص أنا يا راني شايف الحالة تخلطت، كما يقولوا ناس بكري كي تتخلط لديان شد دينك، واللي ما يعرفش يقرأ الفاتحة كيف يشد دينه؟ ما فهمتش. اللي عمره ما يقعد مع وليداته في بيت ولا في جامع ولا كذا. احكي مع بعض إخواننا البارحة، أقول البارحة جو بارد في الليل، جاي أنا من مكان من عين بنيان مع جماعة، نشوف في ناس شافوا مقابلة وجايين في الليل للبرد، شباب صغار 17 16 20 سنة. قلت الشباب هذو هما الشباب مساكن، موش عارف باللي صحته أمانة. اللي لعب راه دافي، وداهم سواردة، وانت قلت لك لعب البرد في الملعب، وزاد قلت لك قبل وقلت لك بعد، وضيعت الصلوات وما استفدت والو. ولو كان تجي للجمعه لو كان الشيخ يزيد 5 دقائق برك تشعل فيك النار الحمراء، تقول راك قاعد فوق الشوك. كيفاش ما نحذرش ولادنا؟ اذا يا اخواني هذو كلمات لازم نقولهم لخاوتي. مدارس القرانيه سجلوا ولادكم، قروا ولادكم، علموا ولادكم قران، قد ما يحفظ في قلبه ويفهم المعاني تحميه من انه ما يضيع لكش، ما يضيعش، لان الهجمه راهي ماذا؟ راهي شرسه جدا. الشيخ عبد الرحمن قرانا اواخر الاحزاب، اواخر سوره الاحزاب. سوره الاحزاب يا اخواننا اللي اخترناها اليوم، اخترنا اواخرها، هي من الصور المدنيه، وتناولت واحد الجزئيه رانا نعانوا منها اليوم، وعانى منها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر اننا حنايا مازال ما فهمناش خطورتها. سوره الاحزاب كاين اللي سماها الصوره الفاضحه كما سوره التوبه، واللي بدات يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. خلاص باش بدات بذكر الكافرين والمنافقين. هيا نشوفوا الايه الاخرى اللي قراها لنا السي عبد الرحمن. ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هكذا تبدا تفهم القران. انا نحب نمد مفاتيح في تفسير القران، تولي تتلذذ بالقران الكريم بحيث تفهم المفاتيح. الايه الاولى يتكلم لك على الكفر والنفاق، ويختمها لك بقوله نتيجة هؤلاء العذاب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ما بين الشرك والكفر والنفاق نقاط متصلة مشتركة أو مشتركة، هددت كيان الدولة الإسلامية. والنفاق والكفر، النفاق والكفر طالما تواطأ أصحابه ضد أهل الإيمان. وصورة الأحزاب عرضت إلى تحالفات قوية سميت الصورة بها الأحزاب جمع بلورر، وسميت صورة أي غزوة الخندق أيضا، لكن الصورة صورة الأحزاب.
هذه الأحزاب التي اجتمعت عنوانها كفر وشرك وكفر أهل كتاب ونفاق. إذن واش نستفاد كأول فائدة؟ إن حجم العداء الذي يترصد بك أيها الأخ المؤمن غير عادي، غير عادي. بعض الناس يظن باللي النبي عليه الصلاة والسلام عانى من النفاق في المدينة المنورة، والحمد لله نهار اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم صفات الأمور. يا إخواننا، يا إخواننا، النفاق زاد ماشي ينقص، بل أزيدكم ولا أذيء سرا إذ أزيدكم. النفاق يتحرك كي يكون الخير. ما هو لماذا عثمان بن عفان قتل بتلك الطريقة؟ لأن دخول الناس للإسلام ليس كما تفهمون أنتم كان على غير شائبة، معناها ناس فعلا كلهم أطهار وكلهم خافوا ربي وكلهم آمنوا عن ثقة. لا لا يا إخوانا، إذا كان في ذلك الزمن، في ذلك الزمن ورب العالمين لما يتكلم عن المنافقين يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون. صح، لما نقرأ نايا باللي رب العالمين قال له وآخرون من دونهم لا تعلمه، نحن نعلمه. ما تخافش أنت، ما تخافش إذا ربي قال للنبي راك ما تعرفهمش يا رسول الله، وبعد يقول له ولا تعرف أنه في لحن القول ولا لا. طيب يا إخواننا، فهموني في هذه الآيات، هذو قويين. إذن حركة النفاق عنوانها ماذا؟ عنوانها أن المنافق يملك ملكتين اثنتين، لسان حلو وقلب مرباد أسود لا علاقة له بالإيمان. فأما الذي كفر فعداؤه ظاهر، بالتعبير الإعلامي ظاهر إعلاميا، لا يضرني، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، خلاص لكم دينكم ولي دين. واحد استل السيف تاعو وقال لك مانيش مأمن بيك ويحاربك مباشرة، هذا خذ حذرك وعرف كيفاش تعامل معه فقط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، الإسلام لا يقاتل رجلا لكفره، طالما ما تعديتش عليا أنا لا أقاتلك، خلاص. لكن كيف تصنع بمن لبس عباءة الإيمان؟ بل الأخطر من ذلك، وما منعهم، ودائما نقرأكم الآية، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وبعد يزيد يقول لي ربي تحب تعرف وراهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معناها وصفهم بالكفر وقال لي راهم يجون للمسجد، رد بالك. ولو رحت لأعرض لكم قصص أولئك في القرآن شيء لا يصدق. وش عملوا في الدعوة؟ وش عملوا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تقرأوا الآية اللي يقول فيها ربي وهموا بما لم ينالوا، تقرأوا هذه، وهموا بما لم ينالوا. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الغزوة فقال للصحابة، قال لهم أنتم تمشوا في الواد، واختار بعض الصحابة قال لهم أنا نمشي في واحد الكدية هكذا، جبل صغير ولا حاجة، المهم غير الطريق. فخرج أناس كانوا معه في الجهاد. يا هذه كي تقراوها تفهموا مليح الخطورة اللي رانا فيها. خرجوا من الصف وتلثموا يمشوا وراه وحبوا يقتلوه. روحوا قرأوا التفاسير،
اقرأوا ما معنى وهموا بما لم ينالوا، يعني سيد الخلق الكفار خلاهم بعيد عليه وخلاصة المعركة، وراه رايح لداره يخرجوا ناس من الصف. نعم مفهوم. ولهذا الجزئية تاع سورة الأحزاب بدأت في ذكر الكافرين والمنافقين وختمتها بماذا؟ بالكافرين المنافقين والمشركين. طيب ماذا قال الله في شأنهم؟ قال لئن لم ينتهي المنافقون اثنين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. يقول أهل العلم فيما قرأت في التفاسير الواو هنا ليست للمغايرة، هو صنف واحد فيه هذا الأوصاف. يعني الواو هنا ماشي كما نقولوا أكلت تفاحة وبرتقالة، وإنما هنا واو عطف جمع ثلاث صفات لهؤلاء. فقال تعالى لئن لم ينتهي، ما معنى ينتهي؟ أن يتوقف عن فعله أو قوله. لئن لم ينتهي، ومنه النهي، نهى الله عن ماذا؟ عن أكل مثلا لحم الخنزير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى في حديث علي رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يوم خيبر، عن الحمر الأهلية وزواج المتعة. هذا حديث، إذا نهى خلاص. لئن لم ينتهي لم يتوقف المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وكأن الله عز وجل يقول إن من أخطر ما يوجد من ملكة في قلوب أولئك هو قلب عليل مريض. يا إخواني القلوب المريضة هذه هي التي تهددكم. يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي جهل، وبقلب أبي جهل. لما أنت تقرأ في القرآن الكريم بأن الله عز وجل لو كان ما ذكرها الناس في القرآن ما نأمنوهاش، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. معقول واحد يتجرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام أحمد من قال أن ثوب النبي وسخ، تجي تقول ولا غير الشيخ الثوب تاعك راه موسخ، باين بلي تقصد حبيت نظفه. يقول أحمد بن حنبل من قال أن ثوب النبي وسخ وقصد الإهانة كفر. فما بالك نهار يتكلم كلمة كما هذه. ولهذا كتب ابن تيمية كتاب سماه الصارم المسلول في الرد على ساب الرسول، أو الصارم المسلول على ساب الرسول. مش سهل، مش سهل. تخيلوا يا إخوانا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اثنين لما وصفهم بالمرض لم يبقى المرض فقط عندهم بل تحركوا به. أخطر حاجة في حركة النفاق ما هي؟ الإرجاف في المدينة. وهنا اللي حبيت نجيب لكم اليوم الآية هذه. ما معنى الإرجاف؟ الإرجاف هو إحداث الشق في الصف الواحد، هو إحداث شيء من القطيعة بين الأحبة، هو النميمة، هو الغيبة، هو زعزعة الصف الواحد. ولهذا لا يوجد أخطر من الإرجاف. يوم ما تكلموا في عائشة أم المؤمنين هذا إرجاف. أنتم تعرفوا بأنه من خطط الأعداء ضرب القدوات بالإرجاف. شتوا الحاكم البطاقة تاعه في الكورة
كاين اللي عندهم بطاقات، يجي الواحد مثلا يحبوه الناس ولا عالم ولا مؤثر ولا يخرج له بطاقة يفسقه باش ما فيش داعي يناقشه ويخلي الناس تختلف عليه، يضربوا بطاقة. إخراج البطاقات من الإرجاف، إخراج البطاقات من الإرجاف، وهذا النفاق هذا شيء لا يصدق. اليوم هم المقرئين معايا، نسمع في قنوات، نسمع في اليوتيوب، نقرأ، ولكن نحب نسمع بعض الناس شو يقولوا. أغرب سؤال سمعته في حياتي اليوم، لو أنه ما سمعتوش جاء العالم من العلماء والله ما نصدق. الإرجاف لم يتركوا حتى الأموات، سمعوا مليحة، حتى الأموات ما خلوهمش. اثنين، لم يتركوا أطهار الأموات، وعلى بالي المشايخ الآن نشدهم باش ما يطيحوش ينصرعوا لي هنا. يتصل أحد الناس في بلاد مصر فيسأل الشيخ، يقول له لقد حرضني بعض الناس ألا أسمع للشيخ المنشاوي. اثنين، حبسته هنا لأنه ملعون. طيب يا إخواننا، معقول؟ فهمنا ورانا، فهمتوني وراني رايح لكم. يعني لما الأمة تتربى على مقرئ، ماشي أنا، حتى الجيل اللي قبلي، ها؟ ومن بعد أنت تكبر، اليوم نسمع كلام كيما هذا. هذا مسلم اللي يسأل، واللي قالها له مسلم، والحديث دار بين مسلمين. يعني نتنياهو راه لاباس به، عنده مشكل مع المنشاوي هو. ايه علاه؟ ما عندوش اللحيه، ما عندوش شعر في وجهه. هذو الناس راهم فاهمين الدين. رب السماوات والارض، الله العظيم، الله بعظمته، حبيتوا تلخصوه؟ تلخصوا العظمة تاع الله في شعر في الوجه؟ شكون اللي فهمكم الدين هكذا؟ أعطوه لي برك، أنا حاب نفهمه. هل تستطيع أنت أنه تتجرأ وتقول كلام كما هذا؟ وأما أحدهم فقال عبد الباسط رحمه الله إن مات مسلما. أنا جبت لكم جملتين حتى نخليكم تفهموا الموضوع، حتى نخليكم تفهموا الموضوع. يوم ما يبدأوا يتحركوا ناس وبعد يشوفوا ملايين الناس يسمعوا المنشاوي. وبالمناسبة الناس اللي يحبوا يهدموا الدين عندهم إحصائيات على كل دولة الشباب تاعها واش راه يسمع. الإحصائيات، ناس متخصصين، يدخل عنده الميزاجور، قال يا ودي الفلان الفلاني حجم التأثير تاعو في الشباب شحال، حجم التأثير تاعو في الأمة شحال، في العالمية تاعو شحال. خلاص، هذا لازم نحاولوا نحركوه، لأنه قضية القرآن هذا لازم نمزقوه. باش نمزقوه نجوا للمقرئين هذو نشككوا فيهم، حتى بعد عنده 30-40 سنة من اللي مات، وزيدوا قيسوا عليها العلماء، زيدوا قيسوا عليها النماذج اللي تربينا عندهم. والأمة إلا بدأت تفقد في هذه، كما قال أحدهم، إن الثقة تجعل الفرد جماعة، وإن فقدان الثقة يجعل الجماعة فردا. فهمتوا؟ جبت لكم هذا المثالين، وانتم اني عارف بلي يا ما راكم تسمعوا. بصح انا واش نطلب منكم؟ نطلب منكم ان تفهموا بان حركه الارجاف تبقى الى يوم القيامه، والله ما تخلص.
واللي بيها يقدر العدو يدخل لديارنا، ما يدخلش من سيدي فرج كما دخل، بصح يدخل بطريقة واحدة أخرى، يعاودوا يدخلونا الأعداء أخطر من الأولين، بصح باستعمار جديد ماشي بالدبابات. اليوم اسمحوا لي، اليوم الشعوب يستعمروها ماشي بالطائرات والعسكر والجيش، لا 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 لا. كان أستاذ البيان في الجزائر البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه وش يقول؟ يقول لن يتحرر جسد يملك عقل عبدا. نحن حررنا الأرض ولكن لابد أن نحرر الناس. كاين إنسان اللي اليوم هنا صح هو يفتح البارابلي لأن الشتا طاحت في باري، هذا مازال ما استقلش. هذا يا محمد راهي الشميسة في ألجي، بصح راهي الشتا في باري، لازم نفتح البارابلي. هذا مازال ما استقلش، واللي مهبول على الريفية واللي مهبول على رأس السنة مفهوم. إذا لابد أن نفهم دروب الاستعمار الجديد، دروب مخططات الاستعمار الجديد. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ما معنى لنغرينك هنا؟ أي أن الله عز وجل قال له والله يا رسول الله غير نديرك انت تنتقم منهم، يعني نوفر لك كل الاسباب واجعلك تنتقم منهم. لنغرينك هنا ماشي معناها هما اللي قويين عليك، لا، اسلطك عليهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ممنوع عليهم حتى يجاوروك لان الايذاء تاعهم ماشي سهل يا خوتي، ماشي سهل. وحنا اليوم كما ترون بلا ما نهضروا كلام اللي نوضحوا فيه بزاف، عدونا هو واضح ولا لا؟ ولكن بالمقابل هناك أشياء كثيرة راهي تألم فينا وتألم فيكم. الغدر لما يجيك من داخل، الغدر لما يجيك موليد الإسلام في الظاهر، في الظاهر يجيك موليد الإسلام، يجيك من اللي عنده لحية كيما أنت، يجيك من اللي يرفع الأذان، يجيك من اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشكلة هذه والله إلا مشكلة كبيرة. ولهذا القرآن الكريم حكم عليهم حكم قاسي جدا لما قال في شأنهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شوفوا يا خاوتي باش تعرفوا خطورة الموضوع اللي طرحته اليوم، سورة البقرة لما تجي تبداها ثلاث آيات الأولى تكلمت على الأربع آيات الأولى تكلمت على الإيمان، آيتين تكلمت على الكفر، أكثر من تسع آيات تكلمت على النفاق في الأول. علاه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله. أنا تخلص. المؤمنين معروفين، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، وجاب الأوصاف تاعهم. لكن لما جت للنفاق يفسد ويقول راني نصلح، يقول أنا مؤمن هو ماشي مؤمن، متقلب. ولهذا الله عز وجل عندما تكلم عن الإرجاف قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. شوفوا قوة الآيات، أينما ثقفوا أي أينما مسك بهم. ثقفوا، احنا عندنا كلمة الثقافة وعندنا كلمة المثقفة. ما معنى المثقفة؟ مثقفة، المثقفة أنه تجلس في جلسة واحد يفيدك وانت تفيده. ونحن في أمس الحاجة إلى أن يرتقي الإعلام، هذه رسالة لرجال الإعلام في بلادنا وللمسؤولين عن الإعلام،
لأني راني حاب نسأل سؤال بريئة، هل الإعلام راه يؤدي دوره كما يجب؟ يعني خاصة الإعلام الحر هذا اللي راه ياكل الخبز، إخواننا اللي فتحتوا قنوات حرة، اسألوا أنفسكم، ما نسألكمش أنا عبد ضعيف، بصح أو يحدث لهم ذكرى. فتحت لكم بلادكم مساحة تاع إعلام، هل راكو تحوسوا على الباز برك؟ هل حتى لو تنشروا الكلام اللي ما يبنيش وتجيبوا فلوس راكم مرتاحين من ضميركم يوم القيامة؟ هل أي حصة تجوزوها لأن الناس عندها التوافه؟ أنا ناقشت بزاف منهم يقول لك لأن الناس تحب هذا الشيء، الناس تحب هذا الشيء، ودور العالم وراه ياك العلماء ياك هما اللي يرفعوا مستوى الناس. ها قال لولا العلماء ولا صار الناس كالبهائم، ياك العلماء هما اللي يرحموا الأمة، وعلاش رب العالمين يبعث الأنبياء أمالا؟ ها وعلاش القرآن قال قل تعالوا، قل تعالوا ماشي في يسي روح لنا، قل تعالوا من التعالي معناه طلع النيفو للقرآن، هذا هو وش معنى قل تعالوا. ودور الإعلام أنه يطلع النيفو لطلعوا معاه، فتصرى المثقفة، جيب لي دكاترة في البلاطو، جيب لي ناس عندنا علماء، جيب لي علماء اجتماع، جيب لي علماء نفس، جيب لي الجزائر فيها. الإعلام العربي عموماً وإعلامنا من ضمن الإعلام العربي، يا صاحبي راكو غير تهبطوا في النيفو، هذا رأيي فيكم، هذا مش نقول لكم كلمة الحق، أنكم راكو يعني تهتموا ها بالكمية، بالكمية بالعدد، شحال نجيبوا، شحال المشاهدة، شحال كذا. لكن يا إخواننا انت على بالك وش معنى مؤسسة ثقيلة؟ أباك وش معنى تلفزيون؟ وش معنى إذاعة؟ شحال من مليار تنفق من أجل دقيقة ودقيقتين وثلاثة؟ سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة يترجى فيهم باش يسمعوا له ويقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ومع الأخر فما آمن معه إلا قليل، ويوم القيامة يقول ربي إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. طيب لو سيدنا نوح يبعث الآن ويسألنا الكاميرات هذه نقول له والله يا سيدنا نوح غير هذا الدرس يقدروا يسمعوا في لو موندون تيضق، يقولنا عندكم قدرة توصلوا كلمة الله للعالم قاع والناس الناس قاع راهي كفار والغالبية راهم يحاربوا في ربي، ما لا ماكوش تخدموا. ومن بعد يزيد يضرب طلة للوسائل الثقيلة، هاي يلقى واحد جايح يتبع في وحدة جايحة، وحدة جايحة تضحك على واحد جايح وكلام لا يقال. أين نوعية نوعية الحصص؟ أنا من الجيل اللي تربى في السبعينات، والله العظيم ما زلت متأثر ببعض الحصص اللي استفدنا منها. يا وزارة التربية وراها هي حصة ما بين الثانويات، هذه رسالة لوزير التربية إن شاء الله يسمعني، وراها حصة ما بين الثانويات اللي رباتنا، كنا نشوفوا ما بين الثانويات حاجة كبيرة، وراي سبحان الله حتى الضحك اللي كانوا يضحكونا في جيلنا احنا مليون مرة أحسن. الأدب ما نسمعوش كلمة خارجة من الموضوع، تلفزيون كان يفتح على 5 يغلق على 12 تاع الليل وربانا. اليوم ما عندناش كنترول، المرجفون في المدينة في كل مكان، ولهذا لما راني نحكي
على هذه القضية يا إخواني. جبت كلمة الثقافة. إذن الثقافة فإما تثقفنهم في الحرب تمسك بهم. كيفاش نخرجوا المعنى؟ إذن التثاقف هو التمكن من المعلومة. إذن هي لفظة قرآنية فيها شيء. إذن المثقف هو متمكن من المعلومة. فإما تثقفنهم. اثنين، المثقف هو الذي يعرف عن كل شيء شيء. ماشي ضروري تعرف كلش، ولكن تقعد مع عالم الاجتماع تقدر تمشي معه، عالم السياسة، عالم كذا، يتشكل لديك ما يسمى بالمثقف. تولي إنسان مثقف ماشي علامة. لكن أدعو إلى الارتقاء إخواننا إعلاميين، أدعو بهذه الرسالة إلى أنه يرتقوا. بارك الله فيكم في الأشياء اللي مقبولة، ولكن نحتاج إلى ارتقاء. أذن الشيخ أذن عبد الرحمن أذن أذن العيشة. فهذه الجزئية مهمة يا إخواننا، إن شاء الله نؤذن ثم نكمل إن شاء الله جزئية أخرى. أيها الإخوة الأكارم، أعطي زبدة لجزئية الإرجاف، كيف نتعامل معه، أهم في المحاضرة اليوم. طبعا المحاضرة لها أبعاد كثيرة وكلام كثير، لكن أردت أن أركز على هذه الجزئية. شوفوا يا إخواننا، الإرجاف لا يمكن أن يؤتي أكله إلا إذا كان توفرت له أو توفر له سببين اثنين. السبب الأول، وفيكم سماعون، خلاص. السبب الأول وشنو؟ وفيكم سماعون لهم، بمعنى بسبب غفلتنا وأنه الأذن تاعنا نفتحوها ونسمعوا. هم قالوا، شكون قال؟ يا ودي الناس هم يقولوا، ما عندوش كامل، المهم يسمع. وهناك بعض الناس يستخدمهم المرجفون في المدينة لنقل الأخبار، وخصوصا بوجود وسائل التواصل. وراكم كلكم تشاهدوا الشيخ الفلاني رحمة الله عليه، حتى تشوفوا يمشي في الطريق يقتلوك ويدفنوك وانت حي ترزق. ياك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وما يعتذر منه، خلاص. إذن رد بالك من الإرجاف، تضر بلادك. كاين بعض الناس يتكلم خارج البحر، وكاين بعض الناس يتكلم هنا، بصح في اثنين راهم يضروا في البلاد وما هوش عارف، واحيانا عارف واحيانا خالص واحيانا يتعمد. انت الموقف تاعك واشن؟ قال فلان، تعرفوا فلان، فهمتوني وراني رايح. اذا انا كمسلم المرجف ما ياثرش فيا. لماذا؟ لانه نزيد لها الشرط الثاني، ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلما نايا الكانال، كانال قناة استقبال المعلومة من المرجف أيا كان، وسيلة إعلامية خارجية، كافرة، مؤمنة، كبيرة، صغيرة، ما يهمنيش، المهم المرجف هذا يتشكل في هيئات كثيرة، من المواطن البسيط هذاك البهلول كامل لأكبر جهاز إعلامي في الدنيا. ردوا بالكم. ولهذا الآن المقاومة والحرب في غزة من بين انتصاراتها أنها حطمت الدعاية الإعلامية. 75 عام هم ينفقوا عليها. نعم، ماشي سهل لما تكون عندك ترسانة إعلامية تقدر تدير العجب في زمن الذكاء الاصطناعي.
ولا أذيع سرا إذا قلت لكم أن القرآن أشار إليها حين قال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومكروا أعداء الله والمرجفون بإمكانهم في المستقبل أن يستخدموا قوات الإعلام وقوة الإعلام في عملية الإرجاف لدرجة تشكيك الناس في كل شيء. لازم استعداد. إذن وفيكم سماعون، أنا لازم ما نسمعش. اثنين، أنه عندي غربال إذا مشيت بهاتين القاعدتين هكذا لست خبا والخب لا يخدعني، ولا لا، المؤمن كيس فاطن، مام كيما ذاك اللي قراها كيس قطن، معليش المهم بيض، قال له المؤمن كيس فاطن، قال له كيس قطن، قال له معليش قلبه بيض فسرها له هكذا، لكن كيس فاطن واضح، لازم يكون ذكي. هذه المعاني يا خوتنا الله يرضى عليكم، المرحلة اللي رانا فيها تتطلب قراءة للقرآن بطريقة نفهمه من خلالها. شكون اللي راه معك؟ شكون اللي ما راهش معك؟ شكون اللي عنده الظاهر نتاعو راه معك لكن هو عمره ما كان معك؟ ثم دور هؤلاء في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونجو جايين حتى ليومنا هذا، ماذا فعلوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعلوا في أيام الخلفاء؟ ماذا كان دورهم في مقتل عثمان؟ ماذا كان دورهم في مقتل علي؟ ماذا كان دورهم الكبير؟ فهمتني؟ ولا يزالون إلى الآن. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إن شاء الله إلى فهم كتاب الله فهما جميلا إن شاء الله. طبعا